وهل من السنة أن نصوم يوما قبل عاشوراء ويوما بعده؟ استمر تشريع الصيام لعاشوراء على أنه مندوب بعد أن فرض صيام شهر رمضان حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أي لمدة 10 سنوات. لكن حدث كما رواه مسلم عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. قال ابن عباس: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد: خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده. وقد ذكر العلماء أن صيام عاشوراء على 3 مراتب. المرتبة الأولى صوم 3 أيام، 9، 10، و11. والمرتبة الثانية صوم يوم 10 و10. والمرتبة الثالثة صوم يوم 10 وحده.